الحيطة اللي وقع فيها الزلزال كنت أنا هنا في مراكش ووالدي في جامعة أونين دوار أيت ياسين. من بعد محاولة الاتصال بهم مع الريزو مع الضوء التقطاع مع بحرا محاولة باش يطلع لواحد الجبل باش يهضر معايا الوالد ديالي، واتصل وهضرت معاه وقال لي راه حالة زعما حالة سيئة بزاف، اننا رابط بالنسبه للدوار عندنا حنا ربوير الديور، وكاين شي حالات اللي تحت الانقاذ عتقوهم الناس من بينهم الاخت ديالي. وبالنسبه للدواوير المجاوره راه كاين لي دوار اللي فيه 27 ضحيه، الديور مشاو يعني خسائر ماديه والضحايا يعني كاينين. حنا قراب، حنا حابين بيننا وبين البؤره ديال الزلزال جبل، والناس اللي مجاورين مع الجبل اللي تيفصلهم مع البؤره تضروا بزاف. من بيناتهم واحد الدوار اي تحيه ماتوا فيها شي 27 تقريبا، تقور دمي تمترقى تنجنشت يعني الدواوير ديال جماعه اونين. وتنطلبوا من السلطات المحليه يدخلوا، لان لحد الان مازال الريزو مقطوع وما عنديش اتصال بهم، دابا كل شيء مقطع. والله يرحم الاموات، وانا اليه وانا اليه راجعون. بالنسبه للناس راه الضحايا باقيين تحت الانقاض لحد الان انا تطرقنا تضروا باش يتواصلوا معهم. وكما قلت لك تنطلبوا السلطات المحليه ويدخلوا باش ينقاد ما يمكن انقاذه. هذوك الناس راه الله يرحمهم. هاد الدوار اللي قلت لك راه دوار اي تي اس جماعه اونين اقليم تارودانت.